تابعونا، لا تنسى الاشتراك وتفعيل زر التنبيهات لتصلك آخر المستجدات. مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من مستمعي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في لقاءكم الرياضي على شادة FM، البرنامج ديال البطولة الموعد ديالكم اليومي. من واللي هي المنافسات الإفريقية اللي فيها الرجاء الجيش ونهضة بركان، مباريات العودة برسم الدور التمهيدي الثاني ديال الشامبيونز ليغ وكأس الكاف، ثم الدورة الثالثة من البطولة. كاين خمسة ديال المباريات اللي غادي تلعبوا بداية من اليوم والسبت والحد. هذه هي التظاهرات ونقولوا الأنشطة الرياضية والكروية اللي غادي تكون نهاية الأسبوع. البارح بعد سالت رحلة الشتاء، رحلة الصيف، وغادي تبدا في أكتوبر أو تاني غادي تبدا في شهر 12. لا لا الشتاء. السوق تسد البارح. على كدوي انت على الريكروتمون، على السوق. داكور، كما كنمشي معاك في داك الخطا مولاي انا، وانت والله ما كنبغي نبقى نمشي في داك الشيء، ما بقاش كيهمني انا. هاد اللي كيهمني دابا انا هو نشوف الحاله ديالنا دابا الصحيه ديال الكره ونشوف هذا، ما بقيتش نبقى نهضر في شي حاجه اللي هي الحاله الصحيه راه عندها علاقه بهذا الشيء. مولاي انا غير سنطيه، ماشي كان ضدك ولا ماشي غادي معك في الراي، غير انا كنفضل تخلي هادشي انت كاع فوالا، ما نبقاش انا نقول كل مره ندخل معك انا البلاطو ونهضر على هذا، داروا لي الاغلاق، هذا داروا لي المنع، هذا غادي يدير، هذا رفعوا عليه دعوه، هذا جاب لعابه، هذا دار. يرحم والديكم كل واحد، هادشي كيدار عند الناس اللي هما عندهم الكره وعندهم القانون، عندهم هذا كيدار بواحد داك الشيء مقنن مصيب، كيكون قبل من الصيف، قبل انت باقي في المحركه مخيم وتيقول لك ها هو السيتي والميلان راه مشاو لامريكا، راه كاين دوري تما، يعني سكيفين اللي دا شي لعابه راه داهم، اللي غادي يجرب غيجرب، واللي غادي يدير وغادي يدير، وكتبدا البطوله ديالهم بدون يعني كيف كنقولوا حنا شي فريق اللي هو كيعيش مشاكل، ولا هذا حابسينو ولا هذا ما حابسينوش. اذا حنا الله يرضي عليك هذه اشاك فوا نجيو نتبعوا حنا واحد فئه ولا الله جو سي با ما عرفتش، ناس الله اعلم كيفاش كيفكروا همايا واش احنا غلطين. انا كيبان ليا كنتعذبوا، باش نقول لك هذه القضيه، انا كنت حنا كنتعذبوا، كتعرف داك لما تعاود زابور كداود راه هي اللي وقع عندك دابا انت هنا، والله غير تهضر تتعيا، كيقول لك هو اللي فراسي ونزيدك حاجه اخرى عاوتاني، كيفاش انت مربي، كيفاش العقليه ديالك، لو نيفو ديالك، عام كتعيش، شنو مبادئك في الحياه، شكون انت شكون اللي كتسميتو، واش تطاطوني كتعرف شكون هما اللي دايرين بك، كتعرف بانك تقدر دير اللي بغيتي وما كاينش اللي غادي. راه شوف منير، راه كاين شي حوجات عا كتعي راسك، راه غير حنا خلينا على الاقل يبقى لنا واحد الجهد نبداو نجيو ونناقشوا مع الناس كره القدم والمباريات وسميتو داكشي، راه حيت الا بقيتي داخل في هاد الشيء ديال اللي انا نخرجك من هاد الشيء. كاين لا عاد كي ما تخرجي والو، انا راني معك في وسط هاد الشيء كامل اللي راه هاد السوق. كاين واحد الترونسفير واحد هو اللي بغيت تعطيني التعليق عليه، طه بن غوزي الحارس ديال اليوليسات وقع عقد مع الفتح الرباطي لمده 5 سنين. ايوا شدي النيه، واحد الغارديان دبيتا 15 عنده 15 دابا خريج، لا 17 طون، اشناو الاكاديمي، اشناو النيه ديالو ديال الفتح، النيه ديالو والمدرب ديال شيبه، واش يقدر يعطيه اللي كيعرفو مزيان اذا يقدر غدا نشوفو هذاك الوليد في البوطو، نتمناو مزيان انجو الغارديان الا كان غيبدا بكري، ما شفتش لاطاي ديالو انت شايفها،
كيدير حارس طاي موين فوالا حيت بعض المرات كتلقى شي وليدات صوار طوال تبارك الله وعندهم لا هذا بحال قلتي زنيتي كتعطيني خبر بحال هذا الشكل كيعجبني الحال تعطيني شي وليد ادي 17 طون سينا في واحد الفريق ولما انا نشوفو كيلعب انا بغيت الايجابي الا بقيتي تابع واحد هذا غتبقى عايش في السلبي تابع واحد الموجه واحد والله العظيم ما تعيشها في السلبي تسمح لي نهزك من هنا او سبحان الله شوف بدينا اليوم هنا دابا نقطعوا البحر نمشيو نشوفوا الهيها شنو اللي وقع في المباريات ديال الجوله الاولى ديال الشامبيونز ليغ الدفعه الثالثه ديال اخر المباريات اللي تلعبوا الخميس فاش تفرجتي البارح نكذب عليك فاجاتني عاوتاني برشلونه البارح واش فاجاتك موناكو ولا برشلون؟ برشلون موناكو اون سيمين وانا كنسمع التدخلات ديال المدرب عجبني قال لهم ستام ماتشكم لي زوطخ غادي نقول الدراري لعبوا اللعب ديالنا عجبني انا منين قالها عرفتو ستان اونترينور مزيان كيفهم واحد اخر تعطيه ميكرو يقول لك هذه البارسا ويبدا يهضر معاك ويخلع راسه ويخلع عليك اللعابه ويخلع كل شيء هذا ما قال لهم غادي نديروا لو ماتش لو جو ديال انا بغيت نسول منير كاينه واحد القضيه كنلاحظها وهضرتي عليها انت سبحان الله العظيم البارح واكثر من مره واش ما كيبانش لك الفرق ديال موناكو بريست وليل وهذا الكاريزما ديالهم واللعابه ديالهم ماشي بحال ديال باريس سان جيرمان اي لا في لو جو لا في لا فورماسيون واش هادو ما يقدروش يزيدوا شويه في لا كادونس وتنقدر يحيدوا باريس سان جيرمان من ديك لا بريمير بلاس اللي كتاخذها يمكن شي حاجه كتلعب عليها ما فهمتهاش اشناهي اش واقع في سميت حيت انا ما كنشوف اللعابه بحال البارح ديال بريست كيفاش داو داك الماتش مع شتروم غراس وكيفاش داو داك الماتش اموني كيفاش داو واحد ولا بريمير فوا اول مشاركه لهم في تشامبيونز ليغ راه داك الشيء لا يتصور القتاليه اللي كانت وديك لاراش والصحه ديال دوك اللعابه ثم ندوز لموناكو موناكو البارح انايا واحد لواحد موناكو هي اللي اربعه ديال لي زور جو على ليميت غير كانت لا ليميت اشويه تنقول موناكو هي الاقرب وفعلا هما اللي كنشوفوا انا نعطيك واحد السؤال مرحبا والديك وبغيتك تجاوبني واش تو ايمان اليوم ديال الاسئله اللي كنت يا موني لا باش عرفت حيت انا امتحان صعيب مره كنجي كنتفرج وكندير كنبين واش البارسا اديامين شحال عندهم العام 17 ودابا ندخل انايا كبارسلون ديال غوارديولا وديال هذا ونعول على هذا الوليد هو غيهز البارسلون ولا هو خصو مسكين بحال انيستا وتشافي وسط منه يلا اعطيني الحل وراه نرجع بك اللور التجربه ديال غابي ومع بيدري فاش كانوا طلعوا صغيرين حتى هما وشحال لعبوا ديال الماتشات ودابا راه غابي الله رجع واش لامين يامال هتقول هذا ما غاديش ياثر ليه عاوتاني دابا غير بغيت نسولكم انا والبارح هو اللي دار انجست واخا ما كاين مشكل وتماركات ولكن واش هذاك الوليد قادر يهز البارسا فوق كتافه يدير لها لا ديفيرونس فداكشي اللي جاي لا هز تقول البارسا لا لا ولكن فخر الدين انا بغيت غير نطرح واحد السؤال هو من ذكرتي يمين يامال ماشي فقط غير يمين يامال الا شفتي البارح التيم فوالا التيم ديال البارسا كاملين هو الكونسيبت شنو هو الدراري الصغار يعني ملي كتشوف البارسا كتقول يا ريت كون شفت شي واحد ايه كاينين وحدين ولكن الاغلبيه ديالهم كاينين دراري صغار واش البارسا باغا دير واحد الوجهه ديال انها راه باغا تبدل كل شيء وتبدا ازيرو اي دايوغ شنا هاد لا استراتيجي مع كزافي ديك العام دونك واش البارسا دابا هذا هو السؤال المطروح واش البارسا لوبجيكتيف ديالها هو انه تبدا من الاول بالدراري صغار ما بغاتش هذيك كثره النجوم ما بغاتش هذوك الدراري اللي زعما غادي يهزوا كما قلتي البارسا فوق كتافهم دونك هذا هو السؤال لا راه ماشي واحد ديال واحد الاستراتيجي علاش قلتها اليمين اللي كنقول انا دابا كتحسب لك دابا يمين قديم على هذوك اللي شتي انت ولكن تقريبا نفس لا جينيراسيون ولكن لا انا شوف هذا مخطط ديال برشلونه ماشي ديالي انا هي اللي عارفه الافق ديالها وعارفه انا ما غاديش نجي نهضر انا على برشلونه ونقول خصها دير ولا غير هذا رايي ديالي واش ناويات تلعب على هاد الشامبيونز ليغ بهاد لو نيفو ديال اللي ولا هاد اللعبه اللي عندها هذا هو السؤال اللي ندير دابا انا كنشوف ريال مدريد واخا كاين واحد الفئه العمريه وكاين كاين خالط وهذاك الخالط هو اللي معاون
الا درتي لاج ديال مبابي ولا لاج ديال فينيسيوس كامل في ديك الفرقه ما غادي ديري والو، خاصك كارباخال. ولكن كاينه الخبره، الخبره كاينه بزاف. انا ك انشيلوتي ولا كجمهور ونكتب في لي بون هذا ونعلق دي بون ونكتب زيدنا عام السي مودريتش، فحال ما كديري شي حاجه ودردري عليها بحال القرفه ولا اش كيقولوا ليه ولا السنيده في الاخر، راه هو مودريتش هو باقي كي كي كيدخل كي ما عمرك دائما ما عمرك ما غادي تلقاي ان جور عنده لي كاليتي ديال مودريتش جامي. مشى زيدان ما بقيتيش غتلقى زيدان، روبرتو كارلوس ما كاينش، روبرتو رولاندو وانت غادي فيغو ما كاينش. اذا هنا اذا هذا سميتو هاد سمعتي هاد مودريتش هاد لو ستيل جو ديالو اللي هو ديالو، ما تقدريش غدا تقولي انا كاريير مدريد غادي نلقى واحد السيد سميتو مودريتش يعطيني بنفس الكاليتي فوالا يعطيني فاس وبوت ويدير ليا سكي فرا عطاو هاد العام. علاش كيخليه هو تا كتكون تا كاع كتقول انا ما عنديش لي سوليسيون وكنقول ليه هاجي كنعطيه واحد ان دوميير ولا اللي بغيت باش ديك الساعه على حساب لي بومون ديالو والفيزيك ديالو تيدخل كيقدر يدير لك لا ديفيرونس. راه هو دخل داك النهار داك النهار دار سونتراج بيت بالراس ديال جوج لواحد مع ستوتغارت وهي هما باغيين يمشيو بداك الكونسيبت ديال يحيدوا كل شيء من الجدر. دونك النتائج اللي تسجلوا البارح كان الفوز ديال باير ليفركوزن خارج القواعد على فاينورد عاوتاني الفرقه الهولنديه فاينورد 4-0. ما هذوك هولندا مين تايفيقوا واش خبارك غياب شي بهتام ديال هاد، ولكن الانتاج كاين ولكن اموني عاوتاني حنا ولفنا هذيك اللعيبه كانت وقتها اجاكس دائما كتشارك ولا وكتعطينا واحد اجاكس بيز فيندوفين لا سيرتو اجاكس اموني. بنفيكا الفوز خارج الميدان على النجم الاحمر البلغراد 2-1. الاتليتيكو اللي فازوا على ماريا راه باقي لعب حاج دي ماريا راه باقي لعب واش نقول لكم صافي اتليتيكو مدريد دابا انت سولت على واحد صغير جيتي سولت على واحد كبير عاوتاني الحاج واش مودريتش راه كاين شوف كاين تناقض كاين عاوتاني اتليتيكو مدريد وغرينزمان ديال لي بلو مع غريزمان ديال اتليتيكو وغرينزمان ديال اتليتيكو ونسيتي ليفاندوفسكي فخر الدين انا ما هضرتش عليه. موناكو قلنا فازت على البارسا ثم اتلانتا ارسنال 0-0 وبريست مع شتروم غراز 2-1. هذوك اتلانتا ضيعوا ضربة جزاء ما كانت ارسنال يمشي لها الماتش لا ماشي كان غيمشي لها وعلى اين في انتظار الجوله الثانيه ديال المنافسات ديال الشامبيونز ليغ نمشي للمنتخب ديال الفوتسال. البارح كان الفوز على حساب منتخب بنما 6-3. تصريح ديال هشام دكيك قال لك ما عجبونيش الاخطاء اللي داروا اللعابه باقي الارتباك اهم حاجه هي الفوز اللي كيحطك في الدوزيام تور والفوز ب6-3 قال لك اهم حاجه هو نشرحوا للناس راه طبيعه المباريات اللي كتشوفها مع شي خصم اخر ماشي هي اللي كيتلعب معك انت. بمعنى الناس عندهم ديك الصوره ديال واه البرتغال ربحت بنما ب10 حنا راه ربحناها ب6-3 ولكن عاوتاني راه ما خصناش نديروا هذا لا كومباريزون ما خصهاش تكون. وانا كنمشي معك في التصريح ديال عرفتها المقارنه ما خصهاش تكون. بالنسبه لي انا هشام دقيقه انا كيبغي يوضح دابا الجمهور المغربي خصوصا انا نقولها دائما ونبقى متشبت بها ولفتي تربح بواحد الحصه ثقيله ولكن مع من؟ وغير تنطيان ما كيحطوش مع من. دابا انت دابا انت كتقول لي مع من بحال انا وياك انا وياك عارفين مع من هشام دقيق عارف مع من لكن ما كيعرفها مع من لا والو كتقيد لي واحد النتيجه في واحد النهار ربح ب 14 كي ياخذها هويا كمقياس على انه كاع المنتخبات خصني نربحهم انا ب 14 وما تحيدهاش لي هذا راي ديالو. واش واحد الاختصاص ديالو هو الفوتسال اللي هو هشام دقيق اللي عايش فيه دابا وكيدير ما عمره ما غيكون عنده الرؤيه ديالو فحال ديالي وديالك وديال الجمهور. مازال حنا شويه هي حنا بالقرب ديالنا من الكره وهذا كتقول عندنا ولكن واحد اخر كيقول طاجيكستان اللي كنت كندير لها ماتش اميكال هنا وقينا ولعب معاه دابا راه مشكل افغانستان اللي لعبت كتلعب معاه جوج مرات الماتشات اليوم وبعد غدا وبعد غدا وكتربح بحصه ثقيله وكتقصر مع راسك طاجيكستان اللي ربحنا حنا ب4-2 ياك البرتغال البارح بصعوبه 3-2 اجت لك. اذا حنا اونيستيمو لانه كان بامكاننا نقدروا البارح مع بنما راه كتقدر الدور اي راه كانت واحد دقيقة وفي جوج لواحد خمسة وفي جوج لواحد خمسة دقائق. اذا انا تلاقيت مع الناس من بعد المباراة
نقولها لك باش نكون معك صريح، عدد كبير من الناس عارفين بانه كاين شي حاجه باقا، شي حاجه ما شي حاجه ما دايرهاش في الماكينه، شي حاجه ما وصلاتش، وديك الحاجه اللي ما دايرهاش راه باينه بلا ما يقولها هشام. غيابات اللي عنده، دوك اللي تصابوا لي الركائز اساسي، ركز على شي حاجه وتوركتي عليها قلتي بانه واحد القضيه اخرى ولا الغيابات، ولا من غير الغيابات ديك كثرت المقابلات اللي لعبوا لي ماتش اميكو، قال لك كثرت راه بالعكس راه بلي ماتش اميكو باش غادي باش غادي تجيب الفورما، حيت كانوا بزاف ديال لي ماتش، قال لك الاخطاء اللي كتعاود كدي انكو كاش اخطاء، واش ما كداش مع دوك الوليدات اللي هضرتي عليهم انت؟ يمكن هو ما بغاش يقولها، ما يقدرش يقولها، ما يقولهاش، انا نقولها بلاصته هو، وكنظن بانه غادي يكون عارفه، عنده دراري اول مره مشاركه ديالهم ودخل، يلا كيدخلوا لي في السيستم جو ديالو، يلا كيدخلوا لجوج كاس العالم وياه، وكيكون عندهم بحال شويه ديال عدم الثقه، داك الرتيب هي اللي كتعطيهم دابا هاد الاخطاء. ودابا المباراه المقبله مع البرتغال، انا ديما كنمشي مع التصريح ديال الدكيك، سولو على كيفاش غتاخذ، قال لهم بلاتي تنشوفوا المباريات الاخرين شنو غادي يكون فيهم. اه داكور، وحنا الكولا فيراج راه برتغاليه اللي فايتنا حتى درنا التعادل هما اللي دايزين وحنا غنلعبوا باش نلعبوا المباراه ديالنا، يعني ما يمكنش بعدا المدرب يجي يقول لك حنا غنلعبوا باش ننتصروا نخليو الماتش يقول لك غنلعبوا ماتش غنلعبوا ماتش باش كاين شي واحد كيخلي الماتش هوني راه تلعب كورتك وتلعب ماتش، لا الماتش بديك اللغه ديال اه ماتش فاسيل، لا نخليه ديال باش ما ناخذش دي بليسيون، عرفت العيال وداك الشيء ما تقدرش هوني، حيت عاوتاني تقدر تاخذ شي قتله وغادي تاثر عليك اكثر كاع من اللازم. المباراه ديال البرتغال نهار الاحد اللي جاي ان شاء الله الرحمن الرحيم، دائما في اطار منافسات كاس العالم الماتش غيتلعب مع الوحده ونص، وفي نفس التوقيت غادي تلعب الماتش الاخر ديال طاجيكستان مع المنتخب ديال بنما. طاجيكستان كنظن راه الا داروا انتصار يقدروا يدوزوا مع احسن التواليت، وهاد احسن تروازيام غادي تلقى فيها بزاف مشاكل، غادي تلقى فيها بزاف ديال العجب والمشاكل، غتقدر تلقى افغانستان دايزها طاجيكستان اللي قلتي نتايا وهذا الشيء، انت كيما قلتي هادو تقدر تلاقى عاوتاني شوف كوب دي موند صعيبه مونير صعيبه ماشي هي كوب دافريك وماشي هي كاس العرب وماشي كتجمع فيها جميع المنتخبات اللي هي في المستوى العالي، فنتمنى التوفيق للفريق الوطني المغربي. نعاود نذكر مستمعينا الكرام بانه ان شاء الله بعد الصلاه عندنا جوج ديال المحاور اللي هي رئيسيه، واحد غادي ندوزو عليه مرور الكرام لان تكلمنا عليه بزاف، هو المنافسات الافريقيه ولي ماتش روتور لا ديال الجيش الملكي مع المريخ ولا ديال الرجاء مع سمارتكس الغاني ولا ديال نهضه بركان مع داجي البنيني، ثم غنجيو نتكلموا على مباريات البطوله الاحترافيه على ايقاع الويكلو، كاينش جمهور ما كاينش جمهور تطرح اكثر من تساؤل، الله العظيم العام اللي فات كنا كنعطيو كنقولوا راه كاينه مبررات علاش الناس، ولكن هذا العام عاوتاني الناس خصها تشوف دير شي حسابات اخرى تلقى شي حلول اخرى، لانه ما يمكنش في دوره كلها ديال 8 المباريات تلقى جوج هما اللي فيهم الجمهور ولا ثلاثه، في الوقت اللي حنا كنهضروا على المغرب والتنظيم والتظاهرات وبزاف ديال الحوايج، المرجو النظر في هذه النقطه، وحتى المسؤولين نعاود نقول المسؤولين ديال الفرق اللي برلمانيين اللي عندهم القبعه البرلمانيه ما فيها باس في الاطار المؤسساتي سؤال للسيد وزير الداخليه شنو هي الاجراءات اللي ممكن تكون كبديل لهاد القرارات ديال منع الجماهير من متابعه المباريات. فغنهضروا على المباريات ديال الدوره الثالثه ان شاء الله الرحمن الرحيم، غنديروا واحد الوقفه مستمعينا الكرام لاداء صلاه الجمعه، تقبل الله صلاه الجميع، ولنا عوده ان شاء الله بعد الصلاه. نجدد التحيه والترحاب بكم مستمعينا الكرام، تقبل الله صلاه الجميع بمزيد من الاجر والثواب، تقبل الله استاذ فخر الدين. تقبل الله لنا وجميع المسلمين والمسلمات. نمشيو معكم مستمعينا الكرام دائما في اطار الحديث على المنافسات المحليه، هضرنا على البطوله الاحترافيه، انا غنتكلموا على خمسه ديال المباريات اللي كاينه في الدوره ثلاثه، ولكن قبل ذلك نصف نهائي ديال كاس العالم ديال قبل من 20 سنه ايمان. يلا بغيت نقولها لك منير، فكما سبقت وذكرت المنتخب ديال كوريا الشماليه هو اللي كاين في الفينال امام جابون، كوريا الشماليه اللي سالت المقابله ديال نصف النهائي امام المنتخب الامريكي اللي انتهت المقابله بواحد الصفر، حتى واحد ما كان كيتوقع يعني هذه النتيجه هذه، اي جابون اللي حتى هي دوزات لا دومي فينال ديالها مع هولندا. مي كتشوف كوريا الشماليه، علاش انا غادي نتكلم اكثر على كوريا الشماليه؟ لانه الباركور ديالها في هذا المونديال هذا ماشي غريب،
لانه تهي توجات بجوج النسخ، ولكن مي كتشوف لانها كان دومي فينال مع الولايات المتحده الامريكيه، انتصرت على الارجنتين ب6-2، يعني مقابلات اللي كانوا غير متوقعين مع البرازيل. دونك الفينال ان شاء الله غادي يكون ازياتيك 100% ما بين كوريا الشماليه والجابون. نهائي كاس اسيا كنتمنوا المنتخب المغربي واخا ان شاء الله واخا بحول الله. حتى هو راه يمكن المشاركه الجايه نقول له راه خصك تجيب كاس العالم. حتى هو لا شوف هي لك هذا الباس هذا باش تجاوب كثير من العمل والايمان بالقدرات. والقدرات راه ماشي كتجي غير بين عشيه وضحاها، خصك تمشي في هذه المشاركات. مرور الكرامه فخر الدين على لي ماتش روتور ديال الرجاء سمارتكس الغاني. كل واحد عنده ماتش على حساب الماتش رالي اللي دار. بحال دابا انا بالنسبه لي بركان الفوز ديالها اصابه 0 ما بقى والو، يعني رجل ديجا محطوطه في المجموعات، ما عدا ديما كنحط هذيك القضيه ديال توقع زعما شي مفاجاه، ولكن المفاجاه خصها بزاف ديال الحوايج، خص بركان ما يدخلوش ولا ما يجيوش كاع ولا ما يجيوش ولا يلعبوا ضد واحد ولا هذا. اذا هذا ماتش نقدروا نخليوه هنايا ما غاديش نتكلموا فيه بزاف، خاص لا كونفيرماسيون بالنسبه للهضره البركانيه كيفاش غادي يلعبوه، واش يدخلوا بلاعبين اخرين، المدرب يقدر يشوف شي تشكيله اخرى ويريح اللاعبين باش يكون عنده كيهيئ البطوله الماتش روطار. جو سي با هذا اختيارات ديال المدرب. ارى لي جوج ماتشات الاخرين شويه اللي فيهم ما كنقولش لو دوت، وانما بحال دابا الماتش ديال الجيش جوج زيرو ورجعتي جوج ماتش في مولاي الحسن. بغيت تقول كاين شويه ديال خص الحذر من الخطر، خاص نبدا علاش انا لاعب مع فريق اللي هو المريخ السوداني، اللي دائما كنقولها ديجا مسبقا لاعب هو هذه المنافسات خارج الميدان، خاص احتياطات وصافي، لانه ديجا جوج اللي خصو يدير لو جو ويقلب على هذا هو المريخ، ولكن سا مابيش با من انا كفريق الجيش خصني نمشي نبحث على واحد الهدف ديال الاطمئنان وندير على جوج ونقلب اكثر كاع وندير ان بون ماتش باش كنعطي واحد الصوره ديالي انا كبار راني داخل هاد لا كومبيتيسيون وعازم ندير فيها يعني بوديوم. ثم فريق الرجاء مع الفريق الغاني، وكنت قلت لك هاد الفرق الغانيه اكثر من مره فهي كتقدم مباريات مزيانه، وخير دليل ذلك المباراه ديال الذهاب اللي عرفت اصابه لكل فريق، واصابته كانوا بجوجهم زوينين وكان هناك حملات وكانت محاولات. فريق الرجاء نفس بحالو بحال الجيش ديجا مؤهل دابا قبل ما يدخل، ولكن ملي غادي تدخل التيران ما بقيتيش مؤهل مع واحد الفرق خصك مع الفرق ديال التركيبه البشريه ديال الجيش والرجاء. احنا ما كان سميتو الجيش عنده الاختيارات لا الرجاء الرجاء ما عندك ما دير الرجاء هو بالزمن الرجاء غادي يلعب ليكيب ديالو اللي هي لعبات في فلالي ولما لا بدون زريده اللي خدا ورقه حمراء ورقه هذا خطا فهمت انا ما هذه ماشي وقيته بعدا كاع ديال لي كارطون داكشي نتاع في البدايه والفرقه محتاجه لك. على اي نتمنوا حد موفق للثلاثه ديال الفرق ديالنا المشاركه في كاس افريقيا الجوج في الشامبيونز ليغ وبركان في الكاف. وندوزو مباشره للمنافسات البطوله الاحترافيه واللي غادي تعرف اجراء 5 ديال المباريات ديال الدوره 3 في البرنامج. اليوم مع 6 العشيه اتحاد توارقة والوداد، ومع 8 المغرب التطواني المغرب الفاسي. غدا السبت كاين ماتش واحد حسنية تكادير نهضة الزمامرة، ونهار الحد كاين جوج ماتشات نادي المكناسي شباب السوالم وشباب المحمدية اولمبيك اسفي. نبداو بالماتش ديال اليوم اتحاد توارقة الوداد. خسارة بدون جمهور. كنفضلوا يكون في ملعب الحسن مولاي الحسن بحال اللي كان في السنوات الماضية، وبحضور يعني كيف كنقولوا جمهور ديال الوداد حتى ولو كانوا كيديروا واحد العدد قليل. عدد قليل ولكن سا نونبيش با على الاقل كيمشي الجمهور وكيتفرج. ف بدون جمهور وفي مركب في محمد في الخميسات هذه عاوتاني ياك في الخميسات في الخميسات اول احنا كندويو على هذه القضيه ديال التغيير ديال الملاعب، كيفاش هذوك اللاعبين الجدود يعني بعد ما لعبوا في ملعب ديال فاس ملعب الحسن الثاني هما دابا العربي الزولي اليوم عندهم مباراه اخرى في ملعب ديال الخميسات. الارضيه الطقس العوامل كلها بدون جمهور، وهذاك الجمهور منير عنده دور مهم يعني في التحركات ديال اللاعبين في التفاعل ديالو مع اللاعبين. مباراه ما يمكنش ان نتكلموا عليها
وما نقدروش نستنيو الحضور الجماهيري ديال اي فريق. فملي كنتفرجوا شي مباراه اللي هي كتسمع فيها الصفاره ديال الحكام، تقدر تسمع التدخلات ديال اللاعبين، تدخلات ديال المدربين، كتسمع جميع الاصوات كتسمعها في داك الميكرو ديال الرياضيه. نتمنوا على انه المباراه تكون مزيانه، لماذا الا قدر الاتحاد التركي يقدم مباريات ويخرج يلعب بحال اللي كيخرج يلعب وتيدير، غتكون مباراه مزيانه. مزيان ندخل معك في الديتاي. عكس الاتحاد تورقه بهذه التركيبه اللي شفتي بان الفلسفه ديالو بهذه اللعابه ديالو مع الوداد المدجج والمؤهل لجميع اللاعبين ديالو، واللي الجمهور كينتظر يشوف واحد الصوره اخرى احسن من الماتش احسن من الماتش ديال المغرب تطوان. كيفاش غتشوف هذا الحوار؟ هذا حوار كنظن انا كنقول لك انا ما عدا الى تغيرات الامور اليوم، الى قدرت ورقي يدير حتى هو نفس يعني كي كنقولوا الخطه ولا الشيما تكتيك ديال انه نرجع للوراء وننتظر فريق الوداد. هذه ما عرفتيش شنو هي لو شوا ديال لونترينور ديال اتحاد تورقه دار دو ماتش، دار واحد مع الفيس وسجل جوج اهداف، ودار دابا هذا فريق كيسجل وسجل ديجا مع المغرب الفاسي. يعني فريق اللي هو حاضر هنا كتبين لك بان لي زاتاكون راهم خدامين. غادي تواجه واحد الفريق كي قلتي انت اللي هو مدجج بواحد ترسانه من اللاعبين كلها، لاعبين اللي هما جاو من خارج المغرب، كنسموه حنا كنقولوا حنا دي بروفيسيونيل. للجمهور ديال فريق الوداد خاصه كاين داثر الشيء الكثير والكثير والكثير، لانه خص يشوف فرقته بهاد الانتدابات اللي كاينه دابا وبهاد لا كاليتي ديال لي جوور، وكيفاش غتبقى دابا الخيارات ديال موكينه، لانه ماشي سهل يجوك لعابه كثار، خصك انت واحد الوقيته يكون عندك ان شوا، وما يكونش عندك ان شوا اللي خصك تكون انت فهمتي كتحكم في مستودع الملابس وعندك كلمتك وكتعرف دير الاختيارات ديالك، وما غادي نتصنت حتى شي واحد اللي كيستحق يلعب راه هو اللي غادي يلعب، هذا هو اللي خاصو يكون. حتى كثره اللاعبين شويه كتعطيك سيف دو حدين كتقدر تخلي، ولكن عطيني على حساب لو روندمون ديال شاك جوور. انا غير كاين واحد النقطه حتى بالنسبه للريتم ديال البطوله ومع من كتلعب، كنظن انت اللي كتقول راه خاص الوقت، راه بالامكان انه قبل ما توصل فاسيلمون دغيا على حساب اللي قلتي انت لو ريتم اللي كتلعب فيه انت على حساب الفراق اللي كاينين فاسيلمون دغيا تاخذ لو ريتم ديالك. ولكن ملي غتطلع لواحد النيفو اخر خص ليكيب تكون ثاني هذاك لاصوص تكون شاده مزيان. منير البطوله كتبقى غاديه بشويش، انت قلتيها كاينين فروق اللي يلاه دابا كتقلب على توقف على رجليها يلاه تاهي فهمتي. هذه البطوله ديالنا سبحان الله العظيم وكانك كتعيش لو غتشوف نسخه ديال غتشوف الاسوء هذا العام. ما ماشي هكاك، لانه عدد كبير من الانديه ولا الفرق المغربيه تتخبط في مشاكل. نمشيو لمباراه اخرى دائما في المنافسات ديال البطوله الاحترافيه مع الثمانيه، المغرب التطواني المغرب الفاسي. المغرب التطواني وقيل خصو انتصار لانهم بعد البدايه ديالو متعثره صفر ليميتي داخل الميدان ديالو مع اولمبيك اسفي. هزيمه اللي نقدر نقول انايا بالنسبه ليا ضد الوداد اللي كانت في الدقائق الاخيره، واش قادر المغرب التطواني يقدم مباراه بالشكل اللي قدم ضد فريق الوداد؟ ولكن العكس، هو خصو يخرج يبحث على 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 الاهداف باش يحقق لي 3 بوان. ما عرفتش انا المغرب التطواني يا منير غيواجه واحد الخصم اللي هو نهزم انتصر الاول على فريق الوداد، نهزم مع تورقه. كيفاش غادي المغرب الفاسي واش قابل يزيد هزيمه اخرى ثانيه، والمغرب التطواني واش هو قابل ينهزم داخل الميدان؟ وانا كنقول بانه تطوان مع الجمهور ديالو بدون جمهور شنو السبب؟ امني داكور بزاف ديال المقابلات ما فيهمش. علاش سطرت عليها قلت هاد القضيه ديال انا عرفت انا حيت تطوان والمغرب الفاسي واش لا شوف هي لي دواعي امنيه مختلفه. داكور دواعي امنيه ديال هاد المدينه ماشي ديال هاد المدينه الاخرى وماشي بالضروره عندها علاقه بالفريق الزائر. داكور وما عرفتش دواعي امنيه محليه وتمنوا غير يوضحوا هاد القضيه هادي والقضيه تمنوا خير شوف منير ستا ماتش اللي حتى واحد فيهم ما يبغي يخسر لا تطوان ولا المغرب الفاسي. انا نقول لك غير هو اللي كان في امس الحاجه للجمهور ديالو هو تطوان والمغرب تطواني. ثم غنمشيو لمباراه اخرى اللي غتكون غدا السبت مع 6 ديال العشيه، حسنيه اكادير ونهضه الزمامره. ايوا حسنيه رجع بانتصار مع شباب الرياضي السالمي،
والزمام راه هزيمة ضد فريق الدفاع الحسني الجديدي مؤخرا، رغم أنه خطأ ديال الحارس، ولكن هادشي صغير. راه شفنا حنا غارديان ديبيوت البارح ديال جيرون ولا خيرون، راك شتيها باش تيم تحت رجليه مزيان اللي قلتيهم بجوج هو بجوج جيرون ولا خيرون اليونية والألمانية والفرنساوية. على أي منير مباراة ما تكون سهلة الفريق ديال حسني تكادير، لأن الزمامرة أكثر من مرة مشى لأكادير ودار دي بون ماتش تمايا. حنا في غياب كي كتقول أنت حسني تكادير لا داعي يرجعوا دائما نفس الكلام، هذا بلا طلقة وصافي ما بقاوش نتكلموا. سكيتيوي خاصو يجيري هذيك المجموعة اللي عنده، وكيف قلت لك أنايا الحمد لله وشكروك داخلين في واحد البطولة اللي هي بالنسبة لي أنايا فيها تكافؤ إلى حيتي واحد جوج فريقات ولا ثلاثة ولا جو سيبا لي زيكيب أخرين، كاين تشابه في العطاء في اللاعبين في المشاكل ما كاينش هاد المشكل اللي كتهضر عليه أنت. هو غنبقى دائما نقولها، إلا هزيتي هاد الفراقي وحيدتيهم من عندك ودخلتيهم شي شامبيون أخرى اللي هي مقادة هذه قوية ياخذوا في قتلة قتلة، ولكن انت كتلعب هنايا بالمشاكل ديالك بعدم تدريب وبداك الشيء اللي كدير. انا معاك كتمشي وكيفاجئوك امونيو كتصوفي كتصوفي الناس كتشوف تران افخر الدين انا معاك الناس كتشي على رجليها من واحد مدينة لمدينة خلي لي وكتنتصر تبلاتي. المشكلة دابا في التركيبة البشرية ديال هاد الفريق اللي عندهم المشاكل، ما عندكش باش غتقدر يمكن تغمق نقولوا في ماتش واحد جوج ثلاثة من بعد 30 ماتش الله اعلم كتكون مرشح انك تنزل تبطل حيت وقعت واللي نزل العام اللي فات راه خوال البلاصه عندي ما انسى. المشكله هي البراج كنتي كتسلت وكتسلت بواحد تحت من القيده بلا دابا ما غتسلت ما والو هذوك جوج مشاو وانتم جوج غادي تلعبوا براج. شكرا على التذكير. الناس اللي حاقرين البراج شنو هو الناس اللي حاقرين البراج كيفاش حاقر ما حيتاش كيقول لك زعما انا البراج غنلعب مع دوزيام ديفيزيون راه غتلعب مع واحد اللي كيقول مع راسه كان باغي يصعد ماشي كان باغي يصعد ضيع الصعود حاجه اخرى وشكون هو اللي كيكون احسن ديال دوزيام ديفيزيون عندهم لو ريتم بعد لو بروميير ديفيزيون اللي هو هنا هنا دوزيام ديفيزيون انا عشت معك انا حنا جوج انت طلعتي وانا خليتيني كنت غادي نطلع ندير دوزيام عندي باراج عندي باراج مع من عندي مع واحد فلت منه هو باراج نفس النيفو تا هو على باراج هو كو كان مزيان ما كانش يوصل تما كون في دوزيام بلاس ولا دير البطوله لا كاع ما نوصل معاك دير البطوله لا قام إلى درت لك بحالك راني بزاف قويت عليهم مساك انا قاعد تدوزيام راه مسكين هلكتو سيزيام ساتيام تلعب باراج حتى راك لعب باراج غلط كما قال مولي اللي تيقول قيل الباراج انا راه غادي ندوز ما تقدرش. ثم نمشيو المباريات نهار الاحد كاين جوج ديال الماتشات واحد في الرابعه واحد في السته النادي المكناسي شباب السوالم وهذه مباراه ثاني خبيسات نكذب عليك نقول لك انا ما بغيتيش تقولها لي والله ما عرفت فين خبيسات غادي بكراس كيسقلو في خميسات انا حيت القضيه ديال الملاعب خميسات حتى يوقيلات تكون بدون سميتو اي غالبا ايوا خميسات مع شباب الرياضي السالمي. واش شباب الرياضي السالمي يبغي يزيد واحد نوتر ديفيت ولا يزيد نوتر فيكتور لا ديفيت خصو فيكتوار خصو لا فيكتوار لانه دار تعادل وهزم سير قلب خسر مع القضيه راه هذا لي برومي ماتش راه قلتيها انت راه يما غادي تجمع في واحد 6 ولا 8 ديال الماتشات شويه ديال النقيطات وتسخن بهم في الوقيته ديال الشتاء اللي غادي تجي وجوك ماتشات ديال هذا والتنقلات ولا غادي تكون كي قلتي انت في امس الحاجه لهذا النادي المكناسي الهدف ديالو انا بالنسبه لي النادي المكناسي الحفاظ على مكانه ديالو في القسم الاول صافي ما نطولش معاك في هذه النقطه لا ما يتعلق فين يتفلق لا شنو هو واش نقول لك غادي يلعبوا على بطوله والله اعلم بدون ملعب راه كاين اللي دار العام اللي طلع ايوا حتى اللي كيدير قال لك غنلعب على البطوله شوف الا كنتي بدون ملعب عار صبر صبر على النتائج ديالك وصافي. شباب المحمديه اولمبيك اسفي وحق الله العظيم الا كان جبد الشباب كنت نهاد عاد كنقول شباب المحمديه اولمبيك اسفي كتشدك ديك الخلعه ديال عاوتاني راه غتدابا هاد الخلعه هاد المحمديه بحال دابا بغينا نديرو واحد نمشيو نشوفو كيفاش عاشت اسبوع راه كتوصلك الاصداء لا نمشيو وخاصنا نمشيو حنا عن قرب ماشي توصلني اللي كاين في الباج وداك الشيء راه معادي نمشيو ندير واحد الاطلاله ونشوف هاد الوليدات كيفاش كيعيشوا ثلاث اسبوع لا في التداريب لا من ناحيه الاكل ديالهم واش كيتوصلوا بشي حاجه باش كيعيشوا حتى هما واش كاين شي حاجه هو غادي تواجه دابا اولمبيك اسفي اللي اتونسيون استقرار نسبي ديما هو هذاك اسفي هو اسفي كيشبه راسه
غادي تلقى دابا راه ديجا دار ماتش نول ولا برومي ماتش مع ما كانوا يلعبوا وين البرومي ماتش كانوا مشاو لتطوان مشاو لتطوان داروا ماتش نول هذا هو دوزيام ماتش لا دوزيام ماتش يمكن الثاني ديال ما تلعبش هذاك القيلة روتار واش هذيك التوقف في صالح اولمبيك اسفي بداك الريتم اللي كان فيه جي بي ام تطوان كون استقبل في مدينه اسفي كان يقدر يدير فيكتوار جو سي با مع من كان غادي يلعب واش راجع شكون اللي كان راجع جيش بركان ثلاثه ولكن مع من هو كان غيلعب في هذه التروازي كيب كان يلعب مع وحده فيهم وحده فيهم ولكن شكون باش نقولوا كيفاش كان غادي يكون الماتشات غتلعبوا نهار هاد الاربعاء المباريات لا خليه يتلعبوا مع من كان غيلعب مع نهضه بركان كان غيستقبل كان يكون عنده ماتش صعيب كان يكون عنده ماتش صعيب هو تخبى حتى الاربعاء ما مزيان غير هو واش نقدروا نقولوا لمحمد يا نهار الحد يعني لا اظن ياك انا منير حيت ما يمكنش بين عشيه وضحى غتخرج شي حاجه من هذوك الدراري انا غير من الناحيه القانونيه انا مازال كنتسائل واش شباب محمديه في وضعيه قانونيه من حيث لي كونطرا بروفيسيونيل الواجب توفرها في فريق يمارس في الدوري الاحترافي هنا الناس المتخصصين بالقانوني يفيدونا في هذا الموضوع ولكن من الناحيه الرياضيه انت راك كتشوف بلا ما محتاج تعيش معاهم ولا تمشي تشوفهم اخر الدين كنظن غير وجوههم شوف في التلفزيون اللي غيكون الماتش منقول غيبان لك غتبدا برضوان الدردوري في لو بون هو الاول مع اللي معاه وغيبان لك اللعابه يقدروا يعطيو شي حاجه شويه من بعد لا حول ولا قوه كاين واحد اللعيبه راك تقتها العام اللي فات على الشباب وعلى المولوديه شباب المولودية هما اللي كانوا يلعبوا الدراري الصغار بزاف قلتي الدراري الصغار اللي كيلعبوا في هذا الوقت اللي صعيب وفي هذا يعني اللي كتبغي تعتمد عليهم في شي ظروف اللي صعيبه بزاف لا صعيبه ما اش تخرج منه كتقريه ولا غتكون قاضي كتحرك فيه كتحركو مسكين عنده مؤهلات عنده راه كانوا مع المحمديه ذاك النهار ذاك العام كانوا دي جوار زوينين وعجبونا داروا دي بون ماتش لكن ما يمكنش انا هذوك جوج ولا ثلاثه خصهم يكونوا وسط واحد ثمانية ولا سبعة اكسبيريمونتي وحاجة أخرى ووسط واحد تسير معقلا بالنظام كاين لي زونترينمون بدون إضراب لا بريم مسائل لو فواياج ديالي الديبلاسمون عارفها كنجي نهار الجمعة كنركب واحد لو بوس وكيديني الوجدة ولا كيديني المكناس ولا جو سي با غادي بالي ماشي انايا بحال ذاك العام واحد جوج ثلاثه اضراب لا والديبلاسمون الخميس وانت على حدود الاربعاء باقي ما عرفتش واش غديبلاصو ولا لا اضرابات اللي كانت انت ما كتدربش وكدير نفس نهار واش شناه اييه عدد كبير من الفرق تيديروا اضراب تيقول حنا ما دربناش وبالنسبه لي هويا تحدي زعما راه ما دربناش وجينا لعبنا ماتش الاكستيريور ودرنا دابا هنا انتصار ولا هنا فخر الدين فين بغيت نسول هو دابا هذا الشيء راه ماشي لوجيك زعما خاص نورمالمون يكونوا لي كلوب كلهم مزيانين مقادين كلشي عارف راسو فين غادي لي بريم ديالو كلشي مقاد دابا هاد لي كلوب هادو اللي ذكرتيهم عليهم مثلا اتحاد طنجه اللي كان ديك العام في المشاكل والاضرابات وكلشي وكيجي لواحد الماتش كتلقى انا نعطي اكزومبل ديك العام ما نتكلمش انا نعطيك الفرق بين اتحاد طنجه والاخرين بلاتي غنكمل الفكره منير وهذا كتجي كتلقى اتحاد طنجه كيدير لك ماتش كبير رغم كل شيء جاي في التي جي في ما جايش في دابا شنو هو السؤال دابا السؤال هو شباب المحمديه يعني حتى هي عندها مشاكل ولكن في التيران كتلقى كارثه يعني رغم انهم مترينين شو المشاكل وكل شيء كتلقى دي ريزولطا اللي صعاب السؤال ديالي هنا هو العكس ديال اتحاد طنجه ولا عكس ديال لي زوتر كلوب ديال انهم رغم المشاكل كيجيو كما قلتي انت كيتحداو وكيقولوا لا راه خاصنا نديروا ان بون ماتش ايه ولكن دونك هادشي اللي واقف نعطيك الفرق بين اتحاد طنجه والاخرين الفرق العام اللي فات مشكل كبير جدا في الفرق بين ليفيكتيف اللي عند اتحاد طنجه وتا ديك العام كانت محمد لا ما عندهاش اتحاد طنجه كانوا ليفيكتيف كاينين لعابه لعابه هما اللي كيديروا لك لو اتحاد طنجه ما عادش المشاكل الماديه العام اللي فات كانت تلعب كاتريام سانكيام بكل اما الاخرين المولوديه وشباب محمدي راه بقاو مساكن المولوديه راه كاع هذاك مشكل كبير جدا اللي كتعاني فوزي جمال قالها اكثر مره قال لك اودي ما عندناش انتدابات ما درنا والو قال لك خمسه لي شونجمون كنكملهم داك الشيء فيناليست حسنيه حتى
دومي فيناليست في كاس العرش مع فريق الرجاء وكان قاب قوسين يدير لك مفاجاه. كان يدير مفاجاه كبيره كاع مفاجاه مدويه اللي كنقولوا حنا وغيلعب فينال وغادي تسولي على الفراقي اللي كيضرب مليار 700 مليار ما كاينينش. واحد فريق اللي كيعيش مشاكل وبالنزول مهدد بالنزول ندير واحد دير فينال. واحد الاطلال على التعليقات ديال الاصدقاء ديالنا في فيسبوك. واحد التعليق ديال واحد السيد بعدا كاين واحد بنادم هنا ما كاينلاش نجاوبو كاين واحد اخر فاش هضرنا على البريمير ديفيزيون ما تعلقش نتفلق قال لي راه النادي المكناسي ملي طلع داو البطوله في التسعينات الله يرحم باك فكروا لي فيكتيف لعند النادي المكناسي وشكون كان معاهم في 95 الله يرحم والديك ديال القادر يومير ديال كاماتشو كمال دليل عرفتي شكون المنطيح وعبد الاله الصغير هما والله يجازيك بخير ما تقارنوش مع لا يقارن. شنو اللي بغا يقارن دابا؟ انا باقي ما فهمتش السؤال ديالو هنايا. هضرنا قبيله قلتي المكانه الواحد يلاه طلع يضمن المكانه ديالو. هو يمكن كيهضر هو انا قلت لك ما تعلقش فين تفلق. لا هو دابا شوف هو كيهضر كواحد جالس انا جالس عندي كوب دي موند شي دابا انا جالس هنايا واحد شي مسمنه وكناكل وكنشرب ما كنتريني ما كندير عا كنشوف بعيني عندي كوب دي موند ولكن غنوضو من ديك الطابله اللي هو جالس فيها في القهوه ولبسوا واحد الشورت وتوني ونقول له دخل غاتشارك اليوم في واحد المباراه يلا طلعتي ما نوصلوش الا كوب دي موند نوصل على المباراه ما يقول لي الله يرحمك سمح لي يا خويا انا راه ثقيل وانا راه هذا الله يرحم والديكم حنا ملي كنكونوا نتكلموا كنتكلموا بحكم سميتو راه مكناسي كيهضر عليه هويا دوزات عناصر ودوزات عمالقه ديال الكره اليوم 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 كاين تغييرات الدراري غادي تلقاهم دابا باقين يلاه 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 وحاجه اخرى وبدون ملعب واش ما سمعنيش اللي قلت ليه مكناس بدون ملعب ماشي بحال مكناس بملعب بالملعب الشرفي لعب بملعب الشرفي اللي لعبت فيه بداك الحضور الجماهيري وبداك التيران كيفاش داير وزوين وداك الحماس الجماهيري اللي عندهم باش نرجع به اللور راه ديك مكناس ديك نادي مكناسي ديك الكوديم ديال 95 راه في لالي فاش طلعات ربحات الوداد في الملعب الشرفي جات ربحات الرجاء هنا كانت سميتو ديجا بعدا في ديك الطلعه داروا بينوا على الشخصيه واخا كانوا كيقولوا ما يمكنش قبل ما الرئيس اللي كان ديك الساعه السي سعد الله ولا عبد القادر يومير راه فاش يلاه طلعوا ما غاديش يقولوا لك راه بين البطوله لا ما يقولهاش ولكن مع المجريات كيبان حاجه اخرى مزيان صافي وحتى التلقيط اللي كان كان ثلاثة جوج واحد والأرضية ديال الملاعب وبزاف ديال الحوايج ثلاثة الانتصار جوج التعادل ونقطة الهزيمة ناخذ واحد الفاصل مستمعينا الكرام من بعد نفتحوا الخط وان كان غادي ناخذوا القليل من المستمعين قليل ما دير لهم الجمعة يصبروا علينا 05-22-36-05 يصبروا عليك الجمعة منير أنتم دائما في الاستماع لبرنامج البطولة على شادا اف ام 05-22-36-05-36 مرحبا بالجميع في انتظار اول متصل كاين متصل مرحبا سي يوسف من الدار البيضاء مرحبا سي يوسف السلام عليكم خويا منير اهلا وسهلا كيف الحال كيداير بخير لاباس عليك الله يحفظك بارك الله فيك واحد السلام عليكم مجموعين مبروك هذا النهار الله يقبل هذا النهار الله يحفظك هذا يوسف ولا الحسين هذا الله يهديك منير قال لك فخر الدين قال لك لا قال لي يوسف يمكن تقول لي حسين ما فهمتش وانا تشبه لي الصوت الحسين والاصوات دابا ما تنخافش عليكم هادو كاع دابا تيديروا التليفونات دابا ديال المنابر وديال سميتو راه الاصوات ولات عندهم في الدماغ ترى راه حيت الاصوات كثيره دابا راه العشرات والمئات دابا كتولي كتشابه كتشبه الاصوات منير ما نخافش عليك الله يحفظك سير ابا يوسف بخير لاباس عليك الله يحفظك اخويا يوسف بارك الله فيك ما عليناش ندخلوا مباشره انا سير الله خويا بغيت نهضر على الفوتسال اييه الفوتسال ماشي انا هضرت شي بلايص اخرين وهضرنا مع شي ناس الفوتسال اييه المشكل اللي عندنا هذا العام هو ان جوج لعابه مهمين هضرنا عليهم اييه وزاد دابا الثالث وزاد الرابع يعني المنتخب غيتعذب عندنا ما عرفتش شي الماتش ديال البارح التمريرات كانت شي شويه سميتو كانوا اخطاء راه غادي يفهمني من ناحيه الميني فوت الميني فوت الا عندك واحد ناقص تخسر الا عندك واحد ناقص كاينه فخر الدين ولا ما كاينه وهي ما كيكون ولا بدا شي واحد عنصر مهم راه ما يمكنش راه الفوتسال صعيب الا شوف دابا ملي كنكونوا حنا ديما فرقه ديما الفرقه اللي جات كنربحوها دوزنا المدارس دوزنا سميتو دوزنا التنظيم ديال الميني فوت دوزنا التنظيم ديال التورنوات دوزنا كان شنو الا ناقص تقدر ما تلعبش ما نلعبكش ما تلعبش ما تلعبش ناقص ما تلعبش ايليميني
ان الميني فوت حاجه اخرى فوت 11 بوحدو. وشكون اللي كيلعب الميني فوت؟ كيلعبوه الميليو تيران. دابا كاع لي ميليو تيران اللي كيلعبوا الفوت 11 ابا سونتر ما يلعبش الميني فوت، اريزو ما يلعبش معاك ميني فوت. والله اعلم. قول الله اعلم. لا شوف انا عندك الميني فوت، انا راه الميني فوت راه دوزتو بزاف كاع. لا واش الميني فوت ولا الفوتسال؟ الميني فوت هو الفوتسال، حنا كنقولوا الميني فوت. لا راه حيت كاين الميني، لا كاين ميني فوت عاوتاني ذاك لو فوتبول 5 اللي كيتلعب في كازون. وعلاش شحال تيلعبوا هادو؟ خلينا نلقاو. وكاين واحد لا وكاين واحد ميني فوت اخر فيه الفوتبول 6 وكاين اسيت. نعم اخويا. منير الكازون راه جديد، شي حاجه جديده عصريه. يا ودي الله يهديك. لا شوف حنا دابا كتهضر على الكره اللي كتلعب في لاسال ياك. فوتسال هو الفوتسال، ولكن حنا كنقولوا الميني فوت. صافي سير على الله. من زمان راه فخر الدين عارف، راه عارف فخر الدين. الحرفه ديال الميني فوت كنقولوا الميني فوت. ميني فوت. كاينه فخر الدين ولا ما كايناش؟ الميني فوت راه هي هذيك ودابا الفوتسال. ولكن اللعب في الكازون ماشي هو اللعب في الباركي، كاين فرق كبير. بحال بحال لا ماشي بحال بحال عندك ماشي بحال هذاك بوحدو. الباركي سي بروفيسيونيل. يعني فهمتي يا منير؟ المنتخب غيتعذب. وشوف وغنعرفوا المنتخب امتى غنعرفوا؟ هانتوما عقلوا. مع البرتغال. مع البرتغال. اييه. الا سلك راسو مع البرتغال. انا بيني وبينك ما بغيتش نعرفه مع البرتغال. لا لا راه ما تنساش، راه المنتخب غيبغي يلعب على البريميير. لا انا في نظري، انا في نظري ما كاينلاش لعب على بريمير في نظري انا. فهمتك انا فهمت ما تبينش. ماشي ما تبينش. ها انت عاد كتقول لي لي بليسير وناقصك هذاك وناقصك هذا، الا لعبتي مع شوف باش تلعب مع البرتغال غادي تلعب معها بواحد لانتونسيتي. راه البرتغال خصك تدخل معها بنيه كيف كنقولوا، ملي غتدخل كاين لو ريسك ان عاوتاني تخلي واحد اللاعب الله يستر ولا جوج. اذا هي اللي بغيت نقول لك ما غاتبينش غتلعب 70%. ايوا المهم شوف راه هما الداخل عارفين شنو غيديروا. لا شوف راه شوف هذاك الميني فوت الركائز الا مشاو لك صافي مشى المنتخب. انا نقول لك صعيب باش تعاود تبني منتخب اخر وتلقى هذوك الدراري اللي سمش. راه منتخبات كانوا واعرين وطاحوا. علاش؟ مشاو لهم 6 ولا 4 اللي كانوا واعرين بلاصتهم مشاو حدين ما عطاوش كيما عطاو الاخرين. ما كيعطيوش دابا، كيعطيو من بعد. من بعد الله اعلم الميني فوت هذا. لا كيعطيو من بعد الله اعلم. انا تنتمناو هاد الوليدات اللي تبلاصاو دابا في كوب ديمون ياخذوا واحد التجربه ويستافدوا. نتمناهم وياخذوا الضغط. وغادي نهضروا شويه على الوداد البيضاوي بسرعه. سير اخويا يوسف. الوداد البيضاوي تنتمناو البوادير مزيانه، هذا الوداد مزيان دابا يتمنى. راه عطى المكونه، عطاه كلش، عطاه الادوات كامله. طبعا بقات البصمه ديال المكونه هي اللي بقات دابا. صافي دابا كمل معاه البارح حسين اللعابه اللي بغى عطاه كلشي. يعني دابا قد تبقى كلشي على مكونه وسميتو. والبلاصه في الوداد دابا غتكون غاليه بزاف، لان لي بوست كاين فيهم دراري بزاف، غتكون غاليه وغاليه بزاف. كاين منهم اللي واقيلا يقدر في راس عام يمشي بحالاته. دابا لاحظت واحد الاستراتيجيه ديال رئيس منا اللي مكونه كاين اللي كاين اللي سينا وسخ. كاين ولا لا منير؟ العلم لله. لا راه سينا ولا جوج اللي سكين سينا. شوف شوف لا كنهضر معاك غير بان لا واش جاك شي لا من غير الخبيره مثلا اللي غادي نعرف انا، واش جاك شي اعلان انه تم فسخ العقد مع فلان الفلاني ولا شي حاجه؟ اه خلوق وزيد عليه. لا واش كان شي بلاغ؟ خلي ديال موريتانيا، موريتانيا عرفنا لنا وسينا في بلاصه اخرى. لا ما كاينش بلاغ، ولكن هادو شي جوج ولا ثلاثه واقيلا ثلاثه انا نسيت عليه. وانا غنقول لك الله اعلم. شوف دابا ماشي مسألة انه نتمنى غادي من الاول باش ما نقعوش في الاحتياج، ما يقعوش في هذاك المسائل ديال حاضي مع هذا الشيء. ها هو كاع هذاك سميتو هذا كنبالغ ديال الموريتاني، الموريتاني اللي في الراجا. اييه. وكنا كنقولوا مزيان مزيان مزيان، ان شاء الله خرى بدا به في الماتشات ديال سميتو ديال البريباراسيون. راه ما عجبوش، راه ما عجبوش كاع كاستور مخيف ديال موريتانيا كاع. كنقولوا لا مزيان، وكل ما كوينا ما عجبوش. من بعد شاف سخ معاه، عطاه واحد البركه باش ما يوقعش شي مشكل ديال اللي تيجي ومازالش، وتفاهموا معاه بالتراضي والمسائل ومشى. يعني انا كتجيني البلاصه في الوداد دابا مع اللعابه اللي تزادوا دابا عاد البرازيليين والبوليفي، كتجيني البلاصه غاليه. ما كاينش بوليفي، كاينش بوليفي واقيلا، كاين غير البرازيليين. لا حواب لا لا حواب البارح بالليل. واش علنات على الوداد؟ ارثور هو الاخراني غير البرازيليين. من غير البريزيدنت بوليفي راه واخا السيسي. والمهم على اين؟ فهمتيني هذا هو اللي كاين اخويا. وبغينا نهضر على الويكلوات بزاف اصاحبي، راه هاد الفاقي تقهروا. منير اخويا اش غندير لهم انا؟ اش غندير لهم يوسف؟ اه بالقصور خصو يخدم اصاحبي. اجاج البوليس ما يديروش ماتشات في رجليهم. كيفاش؟ البوليس ما يدير الامن ما يديرش ماتشات في رجليه. ويوسف يوسف الهضره ساهله. الهضره ساهله.
ولكن تحياتي يوسف. شكرا شكرا اخويا يوسف. تحياتي يوسف من مدينه الدار البيضاء. انا غير الا سمحتي لي فخر الدين وايمان بغيت نفكركم بواحد التجربه في هذه القضيه هذه اللي كتقولوا ديال ان ساهل الواحد اللي كيكون جالس. واحد ستاج دار واحد الفرنسي الله يذكره بخير الله يجازيه بخير، ستاج ديال الفنانين المسرحيين هنا في الدار البيضاء. وفي نهايه ذاك ستاج ما تعلموا بزاف ديال الحوايج، داروا بزاف ديال المسائل. غادي يديروا واحد العرض مفتوح امام الجمهور، ولكن قبل العرض اعلنوا للجمهور انه راه غادي يتعرض العرض المره الاولى، من بعد غنعاودوا لكم، اللي عنده شي ملاحظه يوقف يقول ستوب، يعطينا ملاحظه ديال فعلا دوزوا الناس سبيكتاكل. عاودوا داروا ديك لابريز الثانيه، شي واحد من الجمهور ستوب انا بنت ليا هذه هذا البيرسوناج كان خصو يكون كذا، قال لي سي بون طلع دير لينا شنو بغيتي. تمن بدا كيبان لك ان اللي جالس كيتفرج وكيعطي ملاحظه ماشي هو اللي لعب، ماشي هو اللي في لاصه. لا ولكن تمرك هادشي غادي ياخذك فيه الشك، بمعنى اللي جالس فيه الشك امولي ماشي هو اللي في شي بلاصه اخرى. ردي عليك، شوف شوف ما عرفت كي غنشرحها لك، راه ماشي ساهل، راه هي مشروحه ماشي ساهل، راه كنبقاو نعقدوا الامور. لا ولكن واحد القضيه راه ما غاديش تحيدي واحد النظريه ولا العقليه ولا ديال، راه ما يمكنش، راه غادي غيبقى دائما شوفة ديال واحد جالس ما تحيدهاش ليه، كيشوف هو المباراة بشكل صعيب صعيب تجيري صعيب، وكيشوف لا وكيشوف واحد اللاعب بمستوى بشكل كل واحد، ما غاديش تقولي لي لا، ما عندكش حق تقولي لي لا. واحد التعليق اخر ديال الصديق سي عادل الفيلالي بالخو، تحية لك اخويا عادل. بالنسبة للأندية التي كان لها منع من 4 و2 مليار وغيرها من أرقام، هل تم تأديتها أم تم تمديدها أي تأجيل الأزمة؟ وهناك ما تم تأديته وهناك ما تم تأجيله، بمعنى يؤجل الى موعد لاحق. نمشيو عند بدر فرنسا باش نمشيو لفرنسا لعند بدر. مرحبا بك سي بدر. السلام عليكم خويا منير. وعليكم السلام بدر، كي داير اخويا؟ كلشي بخير الله يحفظك اخويا. ايمان لاباس عليك؟ تحيه لك خويا بدر. الله يحفظك سي فخر الدين. كي داير سي بدر؟ الله يكثر خير. الله يحفظك اخويا. بارك الله، الله يجازيكم بخير، الجمعه مبارك عليكم كاملين. انا نعاونكم بارك الله فيك. الله يحفظك. عندي واحد تدخل بخصوص دونور الله يرحم الوالدين، وميم طون دو على ملاعب ديال كازا لاجاس على خاطر. هي بسرعه غير باش يبقى لك الوقت ديالك. باش يبقى لك الوقت. الله يحفظك يلاه. مرحبا خويا. فاش لعبوا في العزيزة كنا شويه فرحانين اللي عطاهم يلعبوا داك الشيء، وقلنا اون اتوندون نتسناو يدي سايد دونور داك الشيء. لا ولكن انت بلاتي السي بدر انت عطاهم الزاولي وكنتسناو، وراه باقي ماشي دابا غادي ترجع للكومبلكس ديال المحمد. لا عرفت عرفت اول حاجه اللي بات لي مؤخرا بات لي سي فرانكين بان كنا الماركيت كنشوفوا شي حاجه، دابا ولينا كنشوفوا واحد البيشان اخويا برا، راه ما اش بان لك انت اخويا فخر الدين قلت البيشان اللي برا اش بان لك ماشي شو اخويا عندك؟ بيشان فين كاينين؟ هو في هذاك الشكل الخارجي ديال الملعب، الشكل ديال الملعب ديال دابا المشكله راه هضرنا ذاك على الملعب ديال قنيطره، هضرنا راه هذاك الشيء راه شي ساهل في الديكور والله العظيم، دير شي حاجه وتغطي راه ساهل ساهل، كدير شي حاجه لوحات اشهاريه ولا اللي كان وكيبان واحد المنظر جميل. اون اتوندون وما عندك ما دير دابا خويا. بغيت ندو معاك انا واحد الحاجه نيتك دغيا ندو. مرحبا 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 سي بدر. نعطيكم فرنسا حنا دابا هنا باسكو قالوا مثلا انا كنت كنتمنى لو كون هابطوا ما يخليوش ديك الحلبه ويهبطوا في التيران مثلا في دونور. قالوا ما نقدوش، ما عندناش ملاعب كازا اللي فيهم حلبات وداك الشيء. علاش كيقولوا ها هو العرض الدولي فيه حلبه في فين يلعبوا وجدي؟ عندنا واحد ديال مولاي رشيد فوق ديال الامجاد سيدي عثمان فيه حلبه، عطاو الملعب اللي فيه حلبات وداك الشيء. ودونور كيقول لك اخويا باش نرجع لدونور حيت هو المعقل الرئيسي ديال الفرع ديالنا الوداد للرجاء، وانا كندوي على الوداد اللي كنحبها وكل شيء، والماتش ديال الوداد راه مرتبط بالرجاء في شي لعيبات، راه واخا نتناقشوا في شي لعيبات ولكن كاين شي حاجات اللي غتوقع للوداد غتوقع للرجاء، هادشي اللي كيفهموا الجماهير ويفهموا المسؤولين على الفرق بجوج. من ناحيتاش السي بدر، من ناحيه ان الوداد والرجاء خاسرين من اغلاق الملعب، هادشي اللي بغيتي تقول ياك؟ فوالا في اي حاجه خساره يعني باينه حتى شي واحد ما كينكرها. انا خويا منير كيقول لك لا حنا ما قدوش كازا ما فيهاش ما كاينش عقار ما كاينش حاجه. نعطيك مثال، انا كنعيش في باريس، عندنا في باريس جوج ديال الملاعب، عندنا ستاد دو فرونس ديال باريس سان جيرمان سان دوني لا ستاد دو فرونس ديال ليكيب ناسيونال اي عرفتها. وكاين بارك دي برانس، عرفتي بارك دي برانس فين جا خويا؟ وسط مدينة سيزيام اغونديسمون ديبارتمون 82، عرفتي ديبارتمون 82 سيزيام اغونديسمون، بارك ما فيهم
شركات في المعارف والناس كيبداوش يقولوا لا جا واحد بلاصه واعره ولا غاليه ولا شي حاجه. ولكن اجي نقول لك انت دابا بحكم انت دابا موجود تما ويمكنك تدخل الملاعب تما عمر وقع شي حاجه؟ لا العقليه انت دابا انت بلاتي دابا انا كنعرف بان ديك البلاصه انت عارفها فيها لي ماغازان وفيها يعني السكن وفيها اللي بغيتي وكاين كاين لونغاروز كاين كلشي في البلاصه ماشي لونغاروز كاين تما اللي شاري مع شحال مليار كاين دي ماغازان اللي عندهم دي مارك سيني تما حاطين الذهب وحاطين ديامون حاطين هذا وكاين وكاين ولكن واش كيوقع صداع؟ لا نقول لك هذا هو المشكل اخويا بدر الله يحفظك انا عرفت عندك برنامج خدون عندي تحياتي بدر راه اخويا خلي 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 شويه واحد يلا تفضل حيت ما كيضربوا حيت ما يمكنش واحد كيخرب وتشدو تعطيه عام ولا عامين واعطيه واحد 50 و 60 ما يخرجش يولي القاضي يسوق الطوبيل واحد اخر غيدخل ما يبقاش يعاودها انت كتعطيه عام انت دابا السي بدر راه غادي الا درتي معايا بحال هكا كما قال منير خليتها شي نهار وعيط لان دابا هنا كاين تناقض ودابا كتقول لي علاش انت كتقول هذه الكلمه انا ما نوصلوش حنا كاع على 60 يوم لا يومين لا حتى حاجه بغينا هادشي ما يكونش كاع العقليه انا بغيتك الجواب ديالك اسمع السي بدر السي بدر انا بغيتك الجواب ديالك تقول لي نوصلوا على حنا ما يكون والو ولكن لا اظن اخويا بدر لا اظن تحياتي بدر شكرا لك شكرا لك اتصل بينا ان شاء الله نطولوا معك شويه في الموضوع من فرنسا تحياتي ليك نطولوا معك في الموضوع سي عزيزو علال تعليقك على الراس والعين بغيت نجاوبك ولكن نهايه الحلقه دابا الا كان كيجيك النقاش في الكره خاوي وداك الشيء سي اون بير دو طون بيرسون لو دووا او بليجي اون اوتر بيرسون اي كوتي اون اوتر ايميسيون دابا شوف هذا شوف واحد القضيه والله العادي كيجي شي واحد كيقول لك راه ضيعت شوف راه بير دي طون لا ريزون غير هو البرديتور في كل شيء راه ماشي في الكره ولا في الرياضه راه اي حاجه غيشدها راه يستم بيرتيتون راه غادي يمشي على شي حاجه ويتفرج راه هو جالس راه بيرتيتون غير بغيتي تسالي هذا واش هو شي هذا الميساج هذا الميساج اللي صيفط لك راه بيرتيتون صافي الا خصك تمشي مكسيكو في شي بلاصه شكرا انا هنا بيرتيتون شكرا خردي شكرا ايمان شكرا هشام مستمعينا الكرام نهايه اسبوع موفقه الى اللقاء